السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الفصل الدراسي الجديد. سوف نبدأ بالوحدة الأولى من مادة الرياضيات للصف العاشر في روضة ومدرسة أكاديمية العزيز النموذجي السلط بإشراف المعلمة براءة الديات. الوحدة الأولى يا عاشر بتحكي عن الاقترانات. رح نبلش بالدرس الأول وهي الاقترانات كثيرات الحدود. بداية عاشر لازم أذكرك بالاقتران، تمام، اللي مر معك بالصفوف السابقة. الاقتران هي علاقة لكنها تربط بين المجال والمدى، وشرطها أن كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر واحد في المدى. يعني كنا نحكي كل عنصر في المجال له صورة واحدة في المدى، تمام. يعني لو كان عندي، طبعا خلينا نحكي لك ايش المجال عشان نرجع نشرح لك. المجال هي قيم اكس اللي هي على محور اكس، قيم اكس الممكنه، والمدى هي قيم ميل قيم واي، هي الناتجه من تعويض قيم اكس، تمام. يعني لو كان عندي 2 مع 5، تمام، وعندي كمان 2 مع 6، تكون يعني عندي علاقة كاملة وفيها أزواج مرتبة. خلينا نأخذ الزوجين هذول، بحكي هل هي اقتران ولا لا. هلأ الإكس اللي هي الاثنين وواي اللي هي الخمسة. هلأ إكس الأولى اثنين كانت لها صورة اللي هي مع زوج المرتب الثاني كم؟ 5. وإكس الثاني نفس الاقتران لها صورة ثانية 6. هل هي اقتران؟ لا مش اقتران. ليش مش اقتران؟ لأنه إكس اللي هي الاثنين لها صورتين، يعني الاثنين مرة كانت مع الخمسة ومرة كانت مع مين؟ مع الستة. فهي إيش؟ ليست اقتران. الاقتران هي علاقة تربط بين المجال والمدى، بحيث كل عنصر في المجال يرتبط في صورة واحدة وين؟ في المدى. هاي تذكير لإيش؟ لمعلومات الصف السابع والصف الثامن. رح نبلش بأنواع الاقترانات اللي رح نأخذهم في الوحدة الأولى من الكتاب. عندي اقتران أسميه وحيد الحد واقتران كثير الحد، تمام. ما هو الاقتران وحيد الحد يا عاشر؟ لو جينا نعرفه هو اقتران، تمام، هو اقتران يمس قاعدته ناتجة من عدد حقيقي مضروبا بمتغير. شرط المتغير يا عاشر أن يكون أسه إيش؟ عدد صحيح. أن يكون الأس المتغير صاد موجب مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة. يعني هو عبارة عن fx اللي هو اقتران، رمز الاقتران يساوي مثلا عندي ax، تمام، معامل اللي هو مجموعة الأعداد الحقيقية، والأعداد الحقيقية اللي هي النسبية وغير النسبية اللي مر معكم، وإكس هو المتغير يا عاشر، بس أس هون بيكون عدد صحيح موجب 2 3 4 5، تمام. أهم إشي ما بيكون إيش؟ سالب أو كسور، تمام. فأسميه إيش؟ اقتران وحيد. مثلا fx تساوي 3x تربيع، هذا أسميه إيش؟ وحيد إيش؟ الحد، بس حد واحد عندي معامل ومتغير، والمتغير أسه شماله موجب. النوع الثاني إيش اسمه؟ اقتران كثير، من اسمه كثير، أكثر من حد، تمام. قاعدته العامة fx تساوي a أس nx، n a اللي هو المعاملات a و a للمعامل n ناقص واحد، وهي كلها إيش أسميها؟ معاملات، تمام. تبلش ب x اس ان، بعدين بيقلب واحد، بعدين بيقلب ايش؟ بضل بقل مثلا 4 3 2 لحديت ما اوصل ل a اوف ايش؟ الصفر اللي هي الواحد، تمام. الاقتران شمال الاقتران الثابت، تمام. يعني اكثر من حد، حد حدين 3 4، والمعاملات كلها تنتمي الى مجموعه الاعداد الحقيقيه، تمام. يعني ممكن اشوف كسر، ممكن اشوف جذر غير كامل، ممكن اشوف اعداد عشريه، كلها هاي ايش؟ مسموح لها، بالشرط انه بكثير الحدود. كثير الحدود نفس وحيد الحدود، شرطه الاس بيكون ينتمي من صاد الموجب، لازم يكون صحيح موجب، تمام. لا أقبل السالب ولا أقبل أن يكون الأس جذر أو كسر، تمام يا مس. خلنا نأخذ أمثلة على كثيرات الحدود. مثلا عندي الاقتران fx 3x أس 4 ناقص 2x تربيع ناقص 3x زائد 5، هل هو كثير حدود؟ نعم كثير حدود،
ليش؟ عندي أكثر من حد، حد حدين ثلاث أربعة، كل حد يفصل بينات إشارة زائد أو ناقص بعتبره حد، حد حدين ثلاث أربعة، تمام؟ كثير حدود، أعلى إشي أربعة اثنين، شو كمان؟ واحد، هاي أس واحد، وخمسة اللي هي إكس كون إكس صفر، هاي أسميه كثير حدود. اف اكس تساوي 2 اسميه كثير حدود. طب ليش سميته كثير حدود؟ ليش ما سميته وحيد الحد؟ لانه وحيد الحد هو ناتج ضرب عدد حقيقي بايش؟ باكس، تمام؟ متغير، شرط انه يكون ايش؟ من الاعداد الصحيحه شمالها الموجبه، فاسميه هذا ايش؟ كثير حدود. كمان مثال الثالث، اكس تربيع زائد 4 اكس ناقص كمان كثير حدود، اكثر من حد، تمام؟ والاس شمال الاسات موجبه. كمان جي اس اكس تساوي سالب اكس تس 4 زائد 1 ونص اكس تكعيب كمان كثير حدود. اف اكس تساوي 0 اسميه هذا اسمه كثير الحدود الصفري، كثير الحدود الصفري، تمام؟ يكون كثير حدود الذي جميع معاملاته اصفار، تمام؟ اف اكس تساوي 0 اسميه ايش؟ ايش الكثير الحدود الصفري، يسمى كثير الحدود الصفري، تمام؟ اذا اتفقنا كاقتران وحيد الحدود الوحيد الحد حد واحد، كثير حدود أكثر من حد بالشرط أن يكون الأس إيش؟ عدد صحيح موجب، تمام؟ عدد صحيح موجب. في عندي يا شباب مصطلحين، وهو المعامل الرئيس ودرجة الاقتران. المعامل الرئيسي هو معامل أعلى أس، يعني لو كان عندي إف إكس تساوي 5 إكس أس 6 ناقص 4 إكس أس 4 ناقص 3 إكس تربيع زائد 4 كثير حدود. بحكي لك بدي المعامل الرئيسي، بروح أعلى أس، من أعلى أس 6 شو معاملة 5، إذا المعامل الرئيس يساوي 5، بروح أعلى أس بأخذ إيش معامله. طب درجة الاقتران أعلى أكبر أس، بحكي لك هذا الاقتران شو درجته، بتحكي لي الدرجة إيش السادسة، أعلى إيش؟ أعلى أس. إن شاء الله رح نكمل باقي الأفكار في الجزء الثاني من الفيديو، يعطيكم العافية.